السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. بعد ما تعرفنا كيفاش كنحددوا ليماج دان انتغفال باغ اون فونكسيون كونتينوي، في هذا الفيديو غنتعرفوا كيفاش كنحددوا ليماج ديال واحد الانتغفال باغ اون فونكسيون كونتينوي اي ستريكتومون مونوتون. شنو كيعني ستريكتومون مونوتون؟ يعني ان لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت. يلا شوفوا معايا هاد جوج الاشكال هادو. Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. بالنسبة للشكل الأول, la courbe de la fonction f continue et strictement croissante sur l'intervalle ab, sur l'intervalle fermé ab. الشكل الثاني, la courbe de la fonction f strictement et continue et strictement décroissante, يعني تناقص يقطع sur l'intervalle ab. هنا الى بغينا نحددوا ليماج ديال لانتيرفال ا بي في الحاله الاولى, ليماج ديال لانتيرفال ا بي غنذكر داكشي اللي درنا قبل باش نحددوا ليماج ديال لانتيرفال ا بي باغ اون فونكسيون كونتينو. كناخذوا لو مينيموم اي لو ماكسيموم. حتى هنا كتبقى هذه القاعده صحيحه لان هذه لا فونكسيون كونتينو. اشنو تزاد هنا؟ تزاد الشرط ديال لا مونوتوني, ان هذه لا فونكسيون كرواسونت, أنها لا فونكسيون f اي كرواسونت ستريكتومون كرواسونت سور لانتيرفال اي كونتينو ستريكتومون كرواسونت سور لانتيرفال ا بي او بيان سور لو سيغمون ا بي. دابا ليماج ديال l'intervalle AB par la fonction f. شنو هو لو مينيموم دو f sur l'intervalle AB؟ الى بغينا نحددو هنا لو مينيموم, يعني لو مينيموم ديال لا فونكسيون f sur l'intervalle AB, لو مينيموم هو f دو A, لو ماكسيموم هو f دو B. f دو A f دو B الى خدينا هذا الشكل الثاني اللي فيه لا فونكسيون ستريكتومون ديكرواسونت, هنا اف ستريكتومون ديكرواسونت سور لانتيرفال ا بي. يلا شوفوا معايا شنو هو ليماج ديال لانتيرفال ا بي بهاد لا فونكسيون. ديما كنطبقوا هذه القاعده هذه, لو مينيموم اي لو ماكسيموم. لو مينيموم دو لا فونكسيون اف سور لانتيرفال ا بي في هذه الحاله هو اف دو بي, ولو ماكسيموم هو اف دو ا. اف دو بي لو ماكسيموم اف دو ا. دونك ملي كتكون لا فونكسيون ديكرواسونت كيتقلب الترتيب. هنا ليماج ديال لانتيرفال ا بي كنطبقوا عليه لا فونكسيون اف, مي كنقلبوا الترتيب, كنبداو ب اف دو بي اي اف دو ا. هذا ملي يكون لانتيرفال فيرمي كنحسبوا الصوره. عندنا واحد الجدول هنا كيجمع لنا جميع الحالات ديال لي زانتيرفال كيفاش نحسبوا ليماج ديالو باغ اون فونكسيون كونتينو اي ستريكتومون مونوتون. هنا كاينين جوج الحالات, هنا ليماج دو لانتيرفال اي باغ اون فونكسيون باغ لا فونكسيون اف. ها لي تيب كاع اللي كاينين ديال لي زانتيرفال, كاين لي زانتيرفال بورني اي لي زانتيرفال ان بورني, و اف ستريكتومون كرواسونت سور اي, f strictement décroissante sur i. بالنسبة للحالة الانترفال الأول هو اللي درنا لهم الأشكال اللي لهم هنا, ليماج ديال الانترفال ا بي أو بيان ليماج ديال لو سيغمون ا بي باغ اون فونكسيون كونتينو اي strictement كرواسونت هو ديما ملي تيكون الانترفال فيرمي كنحسبو الصورة, كنطبقو f على هذا الانترفال f دو ا f دو بي, وتبقى نفس الترتيب لان لا فونكسيون كرواسونت. الحاله الثانيه فاش كتكون اف دي كرواسونت فقط كنقلبوا الترتيب تيولي اف دو بي اف دو ا. لهاد الانترفال لي فيرمي دو ا اي اوفير دو بي نفس الحاجه. هنا واحد الفكره باش تفهموها مزيان, باش نحسبوا باش نحددوا ليماج ديال واحد الانترفال باغ اون فونكسيون continue et strictement monotone,
الا كان الانتيغفال الا كان الانتيغفال فيغمي كنحسبوا الصوره، كان اوفير كنحسبوا الليميت، والا كانت لا فونكسيون كرواسونت كنحافظوا على الترتيب، كانت ديك كرواسونت كنقلبوا الترتيب. هذه هي الفكره اللي كنستعملوا هنا. الانتيغفال ا بي فيغمي من ا اي اوفير من بي، هنا الفونكسيون كرواسونت غنحافظوا على الترتيب، الانتيغفال غيبقى نفس الشكل ديالو، غيبقى هنا فيغمي اوفير فيغمي اوفير. هنا غنحسبوا الصوره اف دو ا اف دو ا، وهنا غنحسبوا الليميت ليميت ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير ا بي موان، يعني بي ا غوش. هنا كذلك هنا في هذه الحاله هذه ديال لا فونكسيون ديكروسونت، الانتيغفال ما غاديش يبقى كما هو، يتقلب يتقلب الترتيب بحال هكا. انا غنسبقو بهاد ليميت، هادي ليميت اف دو اكس كون اكس طون فيغ بي موان، وهنا اف دو ا. الانتيغفال الثالث اوفير من ا اي فيرمي من بي. بالنسبه لمن كتكون لا فونكسيون كرواسونت تيبقى نفس الشكل ديال الترتيب، نفس الديكروشي تيبقاو، اللي كانت اوفير كتبقى اوفير، اللي كانت فيرمي كتبقى فيرمي. هنا اوفير نحسبوا الليميت، ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير هنا ا بلس، علاش بلس؟ العناصر اللي كاينين في هذا الانتيغفال يعني كلهم اكبر من ا، يعني داكشي علاش كنديروا هنا اكس تانفير ا بلس. وهنا كنحسبوا الصوره ديال بي، وهنا العكس اف دو بي كنديروا كنقلبوا الترتيب ديال هذا الانتيغفال هذا، ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير ا بلس. الانتيغفال الرابع، هذا هما لي زانتيغفال بوغني، المجالات المحدوده لانهم صندوق بوغني باغ اي بي، محدودين باعداد حقيقيه او بي. هاد الانتيغفال اوفير هنا غادي نحسبو الليميت، ما غاديش نحسبو هنا الصوره لان كله اوفير من ا ومن بي. ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير هنا ا بلس، هنا الليميت اف دو اكس كون اكس تانفير بي موان. انا العناصر اللي كاينين في هاد الانتيغفال اكبر كلهم سوبيريور ا اي انفيريور بي، علاش كنحسب هنا الليميت في ا بلس و بي موان، يعني ا غوش ا دروات دو ا اي ا غوش دو بي. وهنا فقط نغيروا الترتيب، هنايا نبداو بليميت اف دو اكس كون اكس تانفير بي موان، على هذا ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير بي موان اي ليميت اف دو اكس كون x تانفير ا بلس. بالنسبه لي زانتيغفال الاخرين سون دي زانتيغفال نون بورني، غير محدود لانهم فيهم لانفيني بلس لانفيني وموان لانفيني، ا بلس لانفيني. هذا الانتيغفال فيغمي ا بلس لانفيني، ديما كنحافظوا على الشكل ديال المجال بحال هكا. الا كانت الفونكسيون كرواسونت هنا غنحسبوا الصوره، غنحسبوا هنا غنحسبوا الليميت اف دو ا، انا الانتيغفال فيغمي دو ا اي ليميت ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير بلس لانفيني. كنظن ان دابا الفكره باينه كيفاش كتحسبوا الصوره ديال الانتيغفال باغ اون فونكسيون كونتينيو استريكتومون مونوتون. هنا انا ندير ليميت ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير بلس لانفيني، هنا الصورة ديال ا اف دو ا. الانتيغفال اوفير غادي نحسبو ليميت هو ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير ا بلس، لان ا دروات دو ا، اي ليميت اف دو اكس كون اكس تانفير بلس لانفيني. هنا غادي نقلبو الترتيب، ليميت f de x quand x tend vers plus l'infini limite
f de x quand x tend vers a plus. هل الانتغفال مولا فيني a نحسبه limit f de x x tend vers مولا فيني et l'image de a هل الانتغفال فيرمي من a هنا الاكس f de a في الاول عاد limit f de x quand x tend vers moins l'infini. L'intervalle ouvert moins l'infini a, l'image de la limite f de x quand x tend vers moins l'infini, limite f de x quand x tend vers a moins. Non, l'axe, limite f de x quand x tend vers a moins et limite f de x quand x tend vers moins l'infini. Mais c'est l'intervalle r, on a moins l'infini plus l'infini. C'est pour nous limite, limite f de x quand x tend vers moins l'infini, limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, on va dire limite quand x tend vers plus l'infini, limite f de x quand x tend vers plus l'infini et limite f de x quand x tend vers moins l'infini. Et dans ce tableau, je mets la fille égale les intervalles qui sont ou que je n'ai pas les images de l'homme par une fonction continue et strictement monotone. Là, je vais vous donner un exemple pour savoir comment vous pouvez faire ce que vous avez fait. Vous voyez l'exemple. On considère la fonction f définie par f de x est égal à 2x moins 3 sur x plus 1. Déterminer l'image des intervalles, les intervalles 0, 1, moins 1, 1 et 2 plus l'infini. Vous voyez la fonction 2x moins 3 sur x plus 1 est une fonction rationnelle. On va voir la continuité et la monotonie. Je ne sais pas si je vais faire le tableau. La fonction f. Je vais vous faire la fonction rationnelle. Qu'est-ce qu'on continue sur tout intervalle inclus dans l'ensemble de définition. La fonction f. La fonction f est continue sur le domaine de définition de la fonction f ou r privé de 1. Elle est marquée sur le 0, x plus 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1, c'est-à-dire r privé de moins 1. Et les intervalles moins l'infini, moins 1, union, moins 1 plus l'infini. Dès l'ensemble de définition de la fonction f. Et la fonction f continue sur r privé de moins 1. Et quand on continue sur les intervalles moins l'infini, moins 1 et moins 1 plus l'infini, on continue à les intervalles 0, 1 et moins 1, 1 et 2 plus l'infini. بالنسبة la monotonie, on va la dérivée. La dérivée de la fonction f, on va sur l'échara. Soit x appartient à r privé de moins 1. On va la dérivée de la fonction f. On va la dérivée de la fonction f. 2x moins 3 sur x plus 1 prime est égal. انا ممكن نستعمل ديك القاعده ديال f sur g يعني ديال الكوسيون دو دو فونكسيون ولا كاين واحد الطريقه مختصره الى عندكم اون فونكسيون بحال هكا ax plus b فونكسيون هوموغرافيك كتسمى هذه sur cx plus d ديال المتخطه لا ديريفي ديال هاد الاكسبريسيون هي هذه هي ديتيرمينون ديال كناخذوا هاد a c b d a c b d sur
cx plus d au carré كنحسبوها. وكيفاش كنحسبوا الديتيرمينون؟ هي كنديروا a فوا d موان c فوا b. a فوا d موان c فوا فوا b sur cx plus d au carré. هذه طريقة يعني مختصرة بسيطة نطبقوها هنا. هذه 2x موان 3 sur x plus 1 كتكتب بحال هكا. سي فونكسيون هوموغرافيك هي ديتيرمينون 2 1 موان 3 1 sur x plus 1 au carré est égal 2 fois 1 il y a 2 moins il y a plus plus 3 sur x plus 1 au carré. Est égal 5 sur x plus 1 au carré. Mais c'est pas le signe de f prime de x, on a positif strictement. Positif, on a 5 positif et x plus 1 au carré positif. Donc, mais qu'est-ce que la fonction dérivée positive? Qu'est-ce que la fonction f strictement croissante? Donc f est strictement croissante sur l'ensemble de définition il y a R privé de moins 1. Ou là on dirait sur chacun des intervalles, les intervalles lesquels il y a, qui est moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. دابا عرفنا ان لا فونكسيون اف كونتينيو اي ستريكتومون كرواسونت. دابا نطبقوا هاد القاعده هذه. ملي كتكون اف ستريكتومون كرواسونت اي كونتينيو نستعملوا هاد الطابلو هذا باش نحسبوا دابا ليماج دو لانتيرفال. دونك ليماج دو لانتيرفال 0 1 ملي كتكون اون فونكسيون كونتينيو اي ستريكتومون كرواسونت سور لانتيرفال ا بي هذا هو ليماج ديال لانتيرفال ا بي. هو هذا f de a, f de b. Donc, pourquoi la règle est f de a, f de b. Yani f de 0, f de 1 est égal f de 0. C'est bon, l'image de 0. On a 0 moins 3, il y a moins 3 sur 1, il y a moins 3. F de 1, il y a 2 moins 3, il y a moins 1. Moins 1 sur 2. Il y a moins 1 sur 2. Là où l'image de l'intervalle 0, 1. L'image de l'intervalle moins 1, 1. L'image de l'intervalle moins 1, 1. Là, l'intervalle ouvert moins 1, c'est pour limite. Limite, on va faire le tertib. On a la fonction croissante. Limite f de x quand x tend vers moins 1. يعني هنا بالنسبة لهذا الانترفال هذا فين هو بحالو في الطابلو موانز 1 هو هذا ا بي هو ليميت اف دو اكس كون اكس تنفير ا بلس. شنو هو هنا عندنا هو موانز 1 يعني موانز 1 بلس هاد بلس يعني ا دغوات لا ليميت ا دغوات اكس سوبيريور ا موانز 1. ها هنا اف دو 1 لان الانترفال فيرمي من واحد est égal, on va le nétige. On va le nétige. Limite. Limite de f de x quand x tend vers à moins 1 à droite. On va faire la table là-dedans. Limite f de x, il y a 2x moins 3 sur x plus 1. X tend vers moins 1, x supérieur à moins 1 est égal. On a une limite de la base 2x moins 3. On a ordonné x moins 1. 2 fois moins 1 est moins 2. Moins 2 moins 3 est moins 5. Moins 5 sur. On a moins 1 plus 1, 0. Il y a 0 dans le dénominateur. Il y a un dessous l'échelle de la maqam. Il y a un mot 0 plus. Salib 0 moins. هنا
اشنا هي لو سين ديال اكس بلس ان؟ ان عندنا هنا اكس سوبيريور ا موان زان، دونك اكس بلس ان سوبيريور ا زيرو، دونك زيرو بلس. ملي كنلقاو هنا في البسط موان سانك وفي المقام زيرو بلس، يعني النتيجة كلها كتعطينا موان لانفيني، لان هنا موان مع بلس. بلا ما نكتبو هذا موان سانك سيغ زيرو بلس، لان الكتابة ما صححش في الرياضيات، نكتبو ديريكتومون الريزولتا هي موان لانفيني. هي موان لانفيني، موان لانفيني. و اف دو ان ديجا حسبنا اف دو ان هي موان زان سيغ دو، حسبنا هنا موان زان سيغ دو. نحسبو دابا ليماج ديال لانتيغفال دو بلس لانفيني. ليماج دو لانتيغفال دو بلس لانفيني ات ايكال، هنا بحال هاد لانتيغفال هذا هو هذا ا بلس لانفيني، يعني كان هو اف دو ا وليميت اف دو اكس كون اكس تنفيغ بلس لانفيني، هاد ا هو دو، يعني اف دو دو ليميت اف دو اكس quand x tend vers plus l'infini est égal f de 2. C'est bon, l'image de 2, 2 fois 2 il y a 4, 4 moins 3 il y a 1, 4 moins 3 est 1 sur sur 3, 1 sur 3. Ou limite f de x quand x tend vers plus l'infini, limite هذه فونكسيون راسيونيل كناخذو فقط الحد اللي عنده اكبر درجه، الحد اللي عنده اكبر درجه هي ليميت ديال 2x sur x هي 2. هذه الطريقه باش كنحسبوا باش كنحددوا ليماج ديال واحد لانتيغفال باغ فونكسيون كونتيني اي ستريكتومون مونوتون. يعني كنظن ان هذا الشيء يعني بسيط، نتمنى ان الفكره توصل. يلا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الشيء مع الاصدقاء ديالكم، وموعدنا مع فيديو اخر. الله في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.